مؤسف 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 ان الانسان تعيش في هكا شاري عيما شاري ابارتومون ب 25 مليون وخاسر عليها مع 3 مليون ولا 4 مليون وللاسف انك تعيش في وسط التراب وسط سميت بابا مؤسف مؤسف هذا هو الجشع يعني نعم قالوا انه هانتي الاصلاح انت كتشوف الا قالوا كنصلحوا ها الاصلاح هو الديور ما داخلينش سميت ولا شاري على برا رانا شاري دار رانا شاري الدار ماشي شاري الحاج ديال برا وهاد الدار ما تصلحش ليا انا نعيش في هاد الويل هذا وكدير الغمولية وشو لحط حي تيطيع بوحدو مؤسف هما شنو صلحوا على برا وحبسوك حتى الاصلاح على برا حنا واقفين تندهشوا على الاصلاح برا تيقول غادي نضربوا ليلاتي غنحيدوها ليلاتي وهو الحيط كله ليلاتي يعني دوك المعلمين ولا سميتو تيخدموا على المقاس ديالهم هما ضرب هنا ضرب هنا دير دير وتوش ضرب هنا ضرب هنا دير دير وتوش صافي صلحنا الله يعاون صلحنا لكم هادشي اللي كاين كنتمنى من هاد الناس انهم شويه يوبخوا الضمير ديالهم ويقولوا حتى هادو راهم بشر راهم ناس حتى هما تيتساهلوا يعيشوا كمواطنين لهم حقوق وعندهم واجبات على الوطن ولاد المسائل وفي امان طاو عندهم حقوق ومن الحقوق ديالنا كنطالبوا من السلطات ان تدخل في هاد المسائل هادي باش تحل لنا هاد المشاكل هادي هانتي كتشوف بعينك انا ما خاصني حتى شي حاجه الناس ما كنزيد عليهم والو ماشي باغي السابوتاج لهاد الناس ولهاد المهدي كنتمنى اللي كيدير شي حاجه اللي كتافو يغنيه ربي يزيدو داكشي اللي بغا ماشي مشكل ولكن حتى حنايا عطيونا شي شويه ديال سميتو يعني كرامه مانيش كرامه مانيش كانسان واش نعيش انا بولد الوسط هادي عيشه هادي المشكل هو كاين مرطوب مسوس داكشي تيطيح راسو وهادشي علاش شي عاودو دابا هادشي كامل اللي تيبان لك تيعاودو حيت ما داكشي ماشي على حقه وطريقه خدمه معاوده تتسمى خدموا يعاودوا خدموا عاوتاني وكاين الناس عندهم اضرار لداخل البروده والماء فهمتيني داكشي ماشي ناتوريل ما طالعش داكشي على الصح حنا صلحنا راسنا وكاين شي حاجه وكاين دابا عاوتاني خصنا نعاودوا نصلحوا كلشي من ازيرو وخا تتصلح تضرب جهه تضربها تتعاود طيح الجهه الاخرى كتبقى غادي معاه بحال هكا الدغري سعيد رئيس مجلس اتحاد الملاك النجاح واحد في الاول كنا هادي سنين اربع سنين اولا ثلاث سنين قبل ملي سكنا بدات الواجهات كتساقط بعض مرطوب كيطيح ناقص في الجوده وجمعنا بعضياتنا ودرنا واحد المحضر يعني راسلنا فيه مول الشركه وفي الاول كان تملص من الاصلاح ولكن من بعد ما درنا الدعوه ديالنا في المحكمه وخذات المسار ديالها تواصلوا معنا وجاء احد ديال الاخوه الورثه ووعدنا بانه غيتم الاصلاح نصلحوا لكم داكشي اللي كنطالبوا به ودرنا واحد الاتفاق على هذا الاساس اللي هو فيه ثلاثه ديال البنود اللي هو كما قلت الاخوان فيه المرطوب يتعاود اعاده التبليط ماشي غير يبنيو لنا عماره ولا حنا كنا شي سكان تيتوقعوا ولكن اللي هي راشيه كتعاود مكتوب هادشي ومسطر عليه وفيه الواجهات فيه اسطح غتعاود بالسيناجات وبالحديد وفي الاخير كاين الصباغه وهذا هو اللي كاين ثلاثه ديال البنود بالنسبه للساكنه حنا كيمثلوها كل عماره كيمثلها اتحاد الملاك ديالها اللي عنده اطار قانوني كيتكلم به وكيهضر على الاملاك المشتركه يعني بالنسبه للناس اللي كتقول باننا حنا خصنا نهضروا لهم على الشقق ما عندناش الحق نهضروا لهم على الشقق ديالهم الداخل الناس في الاول صلحات وبقى لنا المشكل الكبير اللي هو الواجهات والاسطح اللي غتاخذ لنا يعني واحد المبلغ ديال المساهمه كبير ولجانا لهذا الامر اللي هو باقي في حقنا يعني كاينه ديك لاسيونس العشاريه بقى ما كملاتش هما تواصلوا معنا على هذا الاساس يعني الشركه دارت واحد من الممثلين ديالها اللي تواصل معنا وسني معنا هذا البروتوكول فهمتيني اللي فيه كما قلت لك اللي فيه ثلاثه ديال البنود وحنا متبعين معاهم عطينا 6 شهور كمده اقصى باش غيكمل المشروع وحنا والحمد لله لحد الان زعما حنا كنعينوا عندنا الحق نديروا واحد نعطيو راينا ونعينوه يعني بالنسبه لكل عماره كاين فيها السانديك ديالها وكاين فيها ممثلين ديالها اللي كيراقبوا كيفاش سير الاعمال والاغلبيه ديالهم راضيين يعني كي انا نقول لك كل
باقي ما تموش العمارات كاملين. دابا تقريبا حنايا هذا المشروع هذا الجروب هذا البافايون اللي فيه 22 عماره تقريبا مصايبين لينا واحد 10 ولا 11 عماره كملوا، يعني كيخصهم غير الصباغه ديالهم، وتما باقي الاخر ديك ال 11 اخرين يعني جايه النوبه ديالهم، يعني عطينا مده ديال 6 شهور، دابا تم شهر و20 يوم ديال الاصلاح. يعني انا تنظن الا مشاو على هاد الطريقه باش خدامين تنظن بانهم غيكملوا في 4 شهور. انا بالنسبه لي الاطار القانوني اللي كيأثرني عندي الحق نترافع في المحكمه على 22 عماره اللي هي النجاح واحد باء، ولكن ملي المشروع كامل تبنى في وقت واحد وفيه خمسه ديال 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 لي بافايون خمسه ديال الجروبات، يعني الناس ديال المشروع مع الناس العماله ممثلين العماله في ديك في الطاوله اللي درنا عند ساعه القايد واحد البيفي كان سينا درنا فيه بان 54 عماره غادي تتم فيها الاصلاح، وحنا التزمنا بهذه على اساس اننا غادي نجمعوا الاقامات تدخل معنا في نفس الاطار، وهذا هو اللي كاين. يعني الناس ما كايناش، حنا بالنسبه لنا اتحادات كلها كامله بلي بيفي ديالهم، وبالنسبه للعمارات الاخرى اللي كيقولوا باننا حنايا غير حنا اللي عندنا الاصلاح، الاصلاح كاين عندهم حتى هما، يعني ما غاديش نتملصوا من هذه المساله هذه، كاين الاصلاح وما تنطالبهم من هذا المنبر هذا باش يكونوا راسهم ويديروا واحد الممثل قانوني باش نلقاو معهم نتواصلوا ويكون هذا التجاوب كامل ونخرجوا بنفس النتيجه اللي هي الاصلاح ديال المجمع كامل. دونك كاين واحد العمارات بعض العمارات اللي مازال ما وصلوش مازالين غيوصلهم لان كاين المده ديال 6 شهور كما قلت لك، ولا مشاو على هذه الطريقه غيكون 4 شهور اصلاح، غتبقى لنا ديك الشهرين نديروا فيها الجماليه ديال الاقامات، فيها جرادير فيها اصلاح فيها اناره وفيها يعني الناس اللي تجمعوا معنا غيكون من الاحسن بالنسبه للعمارات الاخرين. اما بالنسبه لنا حنا راه حنا مجمعين وكنا متفقين وهذا هو اللي كاين. اختي صيفتي منير بن حموني من الساكنه ديال النجاح، وبصفه اخرى انا السنديك ديال العماره 31، يعني في ظل الظروف اللي كنا مرينا بها وبعلم يعني شنقول لك، يعني لما قلت لك في علم المغرب كله راه كل شيء ساق لنا الاخبار لذاك الشيء اللي كنا مرينا به وديك المعاناه اللي كنا عانينا، وكنا تفاهمنا مع الناس موالي المشروع، يعني احنا ما نكروش يعني الناس وفات بالوعود ديالها كما كتشوفوا، يعني ها هو الاصلاح، يعني احنا بالنسبه لذاك الشيء اللي تفاهمنا مع الناس ها هو تيصلحوه. ناس اخرين يعني راه يعني الانسان خصو يتسنى شويه، يعني ما ماشي حيت باش كل شيء في خطره وحده، حتى السيد يعني مول المشروع قال لك كل شيء في خطره وحده بزاف عليا حتى انا، يعني الا يعني الناس تصبر شويه، يعني الاصلاح انا غنصلح، انا ما هارب لكم من حتى شي حاجه، قال لكم الاصلاح انا غنصلح، مي غير نتوما صبروا عليا شويه باش نمشيو ايطاب بار ايطاب باش كل عماره تاخذ حقها. اختي الضرر كان عندنا في كل شيء، باش نجيك من يعني من الاخر الضرر كان عندنا في كل شيء، كان مرطوب مسوس، كان يعني الديور من الداخل راه يعني راشين، باش نقول لك صراحه الله يعني كانوا غير السواري اللي واقفين، مي الحيوط داك الشيء الاخر حتى حاجه ما كانت يعني، ودابا الحمد لله. اما الديور من الداخل حنا صلحناهم راسنا باش نكونوا فاهمين، يعني ما صلحش لينا هو، حنا صلحنا راسنا. كاين واحد استثناء ديال واحد الحاله، واحد السيده زعما مسكينه ما فحالهاش، يعني هو الله يكثر خيره يعني تعامل مع ديك السيده وصلح ليها دارها، مي كي كتشوفوا على برا الفرصادات وهذاك الشيء راه صلحهم لينا هو وصلحهم لينا كاملين، مي الديور وداك الشيء الداخل راه حنا صلحناهم اختي راسنا. اختي ماشي نقول لك دابا انا تنهضر على العماره ديالنا، العماره ديالنا ها الاصلاح انتم كتشوفوا، يعني ها انتم قدامكم الاصلاح، راه العماره تصلحات وانا هو السنديك ديال العماره، يعني الاصلاح كامل داز قدام عينيا وانا حاضر ليه، يعني ما نكذبوش على الله، اللي لينا لينا واللي علينا علينا. حنا ما قلناش للسيد لا راه بغينا لا بيسينات يكونوا لداخل، حنا داك الشيء اللي تفاهمنا معاه والبروتوكول اللي جلسنا معاه النهار الاول باش تفاهمنا عليه الخدمه، ها هو حاليا يعني في عمارتنا حنا حاليا راه مشى هو هذاك. اما بالنسبه للناس اخرين انا ما وقفتش ما شفتش، يعني باش ما نحكمش على واحد اخرين ولا ناخذ زعما الكلمه ديال واحد اخر والنوبه انا عليه، ما يمكن ليش تنهضر على عمارتي، داك الشيء اللي تفاهمنا معاه هو هذا اللي كنشوفو، وحنا مازال يعني مازال داك الشيء ما كملش، حنا داك الشيء اللي تفاهمنا عليه كامل راه باقي ما كملش، ولكن الحمد لله يعني 80% ديال الاصلاح راه هي وصلنا ليها، ديك 20% حنا باقيين كنتسناو راه حتى عاوتاني الناس الاخرين حتى هما يوصلوا لديك 80 اللي وصلنا ليها حنا، ومن بعد عاوتاني وكملنا داك الشيء اللي بقى. وشكرا اختي. انا من سكن النجاح. شحال من وانت ساكن؟ شي هذا 7 سنين. 7 سنين انت ساكن؟ اه. قول لي شنو المشكل اللي عندكم في لي زابارتمون ديالك؟
هو البروده صافي. انتما فاش شريتوها كان فيها البروده باش؟ لا شرينا من جدادات، ولكن من ديك المده مع البحر وهيت تبوري. هما اللي كيصلحوا لينا، دوك اللي باعوا كيصلحوا. قال لك اي حاجه مهرسه اي حاجه نقلعوها. كل عماره تخرج واحد يقابلهم اللي ما خدامش تحيه صافي. واخا تكون دار مبوريه لتحت ولا مدقدقه لتحت، قال لي من صلاح كلشي نصلحو. وفعلا كيصلح، ما كاينش حاجه سيصلح بزاف. دابا انتوما ما عندكمش مشكل؟ ما عندناش مشكل، هو الصليح راه كيصلح. المشكل اللي عندنا هو كيصلح صافي. قال لك اي حاجه نصلحها، اي حاجه نصلحها، حتى حاجه ما تبقى، لا سطوحه ولا كلشي يصلحو. انا من ساكنه النجاح. شحال من عام؟ دابا راه شي 9 سنين ونص باش سكننا هنا، حيت كنا حنا في سيدي موسى حولونا هنا وجينا استفدنا ياك، وسكننا في هذا السكن. دابا كان عندنا شويه مشيت ليه، ومن هادو جيراني داروا داك النادع، المشي اللي كان مكلف من هنا راه جا دار لازم عليه. دابا صلحني هنا بعد الله كثر خيرهم من المزيان. شنو المشكل اللي كان عندكم؟ غير البروديه، الحموليه كان كلشي تيطيح لينا، وهادي والراجل كبير بشر ما تيشوفش، ومات ليا وبقى فيا الحال. ما عنديش شي مدخول ولا شي واحد خدام عليا ولا شي حاجه، مات دازقوا مع بقيت ضايعه انا والدري. صلحوا كلشي الدار كلها فينا من المزيان. داروا اللي مول المشرح هذاك السي عبد السلام الله يكثر خيره، اللي مسؤول على العمارات هو اللي صايب لي، صايب لي الدوش، صايب لي الكوزينه، صايب لي البيات كلهم، واحد الدخيله حتى هي. دابا بعدا دخل واحد شويه الامل والفرحه في القلب ديالنا، الله يكثر بخير والله يوقف معاهم. اي من البروديه وهذاك الشيء، مناش هذاك الشيء تيطيح من البروديه. حنا دابا جينا حنا حدا الميديت حدا البحر، وهذي من داك الشيء مناش كول هذاك الشيء. اشي نقول ما عندي ما نقول، ما نقدرش نكذب ولا شي حاجه. حيت هما اول ما دخلنا لقينا مزيانه، الوقت اللي بدينا نشقاو هادي وهادي مع الشراجه ملي تسدو هادي بان العيب ديالها. دابا صافي ما كاينش. لا دابا مزيان هاد الساعه، اللهم لك الحمد. دابا وقفوا معنا صيبوا لنا داكشي اللي بغينا، الله يكثر خيرهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.